قيام الليل ده هينهى عن فعل الفواحش. ليه؟ قيام الليل ده يعني ده شرف المؤمن وقرب إلى الله ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات كما ورد في الحديث. بلق قيام الليل دأب المؤمنين وقربة إلى رب العالمين ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. تخيل حضرتك إن باحثة أمريكية عملت بحث في إن قيام الليل ده من أعظم أسباب شفاء أمراض كثيرة جدا لما عدتها عدت 25 مرض في قيام الليل، من ضمنها علاج المفاصل، ومن ضمنها علاج ضيق التنفس، ومن ضمنها علاج أمراض القلب اللي مش محتاجة جراحة، ومن ضمنها حاجة كثيرة جدا. خد بالك، وحتى اللي محتاجة جراحة ربنا قادر يشفيك بقيام الليل. خد بالك، فالعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى راحة ليك وجنة ليك. قوم جرب كده، مش عايز أقول جرب، بس عايز أقول اتمتع. من ذاق عرف ومن عرف اخترف. قوم بس كده جرب كده، واخد بالك، جرب بس ركعتين قيام ليل. قوم كده وهيبقوا صعبين عليك اول مره، تاني مره هتلاقيهم شويه، تالت مره هتلاقيهم يعني خلاص بدات الصعوبه تروح. بعد كده بقى اتلذذ وتمتع، تحس بمتعه لا تخطر على قلب بشر. ربنا يرزقنا واياكم قيام الليل ركعتين، قوم صليهم كده وطول فيهم شويه. مش حافظ قران، امسك المصحف في ايديك، يجوز تمسك المصحف في النوافل مفيش مشكله خالص، امسك المصحف في ايديك ونور نور كده خفيف كده عشان بس يديك كده يكون ادعى للخشوع بالنسبه لك. واخد بالك، وقوم صلي وانت ساجد، اقعد اسال ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج كرب مصر وكرب سوريا وكرب اخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي تونس وكل بلاد المسلمين. ادعي ان ربنا يرفع البلاء عن كل الناس في كل مكان يا رب العالمين. ادعي ان ربنا يوسع ارزاق المسلمين. ادعي ان ربنا يسد ديونهم. ادعي ان ربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتاهم ويبارك في اولادهم ويشفي مرضاهم. ادعي كتر من الدعاء، وهتلاقي ملك بيقول لك امين ولك بمثل. لو دعيت لواحد الملك يقول لك امين ولك بمثل. لو دعيت لمليون امين ولك بمثل المليون. لو دعيت ل 80 مليون 90 مليون امين ولك بمثل ال 90 مليون. ادعي وكتر من الدعاء، واكيد ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرفع البلاء عن الامه بدعاء انسان مخلص، لعل وعسى تكون انت اللي مخلص ولسه ما دعيتش.